وحشتوني قوي قوي. تعرفين من كتر قعدتي في السجن اكتشفت ان احنا قوتنا في لمتنا. انتوا وحشتوني قوي، انا كنت متاكد انكم مش هتغيبوا عني اكتر من كده، وانكم تيجوا تزوروني على طول. بس احنا عايزينك في موضوع تاني خالص. والله خير. احنا عرفنا ازاي هنوصل للثروه بتاعت جدو. ثروه الداد ازاي؟ هاو، فاكر المجله اللي سابها جدو اللي ماما ميمي ماسكاها طول الوقت؟ ايوه بلا. لقينا فيها مسج من جدو بيقول لنا ازاي هنوصل للفلوس. مسج في المجله ازاي؟ هاو، ما هو انا حليت الكلمات المتقاطعه ولقيت فيها رساله بيقول فيها ان الثروه في لغز ميكي. حاولنا بقى نقرا اللغز وما فهمناش حاجه. ايوه هو اللغز بيبقى صعب شويه، بس انتوا فاتتكم حاجه، الحل بيبقى بالمقلوب دايما. ايوه ما احنا حلينا بالمقلوب وما فهمناش حاجه برضو. طب هو اللغز كان بيقول ايه بالظبط؟ ثانيه واحده اتفضل. ايه ده؟ انتوا جبتوا المجله دي ازاي من ماما ميمي؟ ازاي؟ هاو، ما هي خالتي حطت لها حبيتين اباتريل في الشاي كومها. مش ممكن بندو ده، انا متربي على بندو. سيبك من بندق وخليك مع ميكي، عرفت تحل اللغز؟ بس هو المسألة صعبة، بس يمكن. يمكن ايه؟ يمكن يقصد بمكتب الدمنهوري ده المرسم بتاعه؟ ايه علاقة الدمنهوري بمرسم جده؟ المرسم بتاع جده كان في عمارة اسمها عمارة الدمنهوري نسبة لصاحبها، حتى احنا كنا مسميين المرسم او المكتب يعني مكتب الدمنهوري. طيب يبقى الحل في المرسم ده، نوصل احنا للمرسم ده ازاي؟ المرسم ده في وسط البلد، بس مش هينفع تروحوا من غير بندق، لان بندق هو اللي معاه المفاتيح. مش وقت استظراف خالص يا عمو، انجز. بندق ايه؟ يا بنتي انا ما بهزرش، انا بتكلم جد. نيلي ما تشوفي بابي عشان بيهزر جامد. بابي لخص، مين بندق ده؟ بندق ده يبقى عم بنداري، وده المساعد بتاع جده وكاتب اسراره، الراجل ده هو اللي مربينا، جده ما كانش بياخده خطوه من غيره. بنداري يبقى بندق، وبندق يبقى هو بنداري. طيب احنا نوصل لبنداري ده ازاي بقى؟ بسيطه قوي، انا معايا عنوانه. سبحان الله، يعني الحوار ده طلع بجد؟ شكله كده. يعني جدك كان يوصل حاجه باللغز عشان يلاقي الكنز. بعدين بقى يا سيف نتكلم في الموضوع ده. ميرسي قوي يا جماعه انكم جيتوا معانا. تحبوا بقى تنزلوا هنا ولا تنزلوا فين؟ ننزل ده ايه، احنا جايين معاكي عند عم بندق. جايين معانا ليه؟ عشان انا ليا في الفلوس زي ما انت ليكي فيها بالظبط. انت اكيد مش في وعيك بقى. ليه يا حبيبتي، هو مش جدي زي ما هو جدك؟ ايوه بس هو ساب لنا احنا المجله وساب لنا احنا الفلوس. بقول لك ايه يا بنت، انت الفلوس دي هتتقسم بالحق وشرع الله. هو لو كان عايز يسيب لكم فلوس كان يسيب لكم انتوا كمان مجله. انت شكلك نصابه يا بنت، انت وعايزه تاكلي حق. حقك ايه يا متخلفه انت؟ حقي يا حبيبتي بالشرع والقانون. تعالي نطلع على الاسم وعرفك يعني ايه حق. انت فكراني هفيه ولا ايه؟ ده ناكلك صاحيه كده. لا انت شكلك بقى قللت الادب وعايزه تتضرب. مين اللي قللت الادب يا بنت؟ لا انا ممكن اضرب. انا اللي بس من شعرك. بس مش عارف اسوق، بتوتر وانا سايق. طب ما تجيب اسوق انا شويه يا اخي. ما تلمسنيش ومحدش يسوق عربيتي غيري. الجو ده خلاص يا جماعه خلاص. انا اصلا دلوقتي بفكر مع نفسي موضوع اللغز والمجله وبندق وبنداري اي كلام فاكس يعني. صدقي فعلا فاكس، ده حوار عبيط اساسا واحنا مش فاضيين للكلام ده. بالظبط. هيا قولوا لي بقى، تحبوا تنزلوا هنا ولا تنزلوا فين؟ هنا فين يا ست الكل؟ هنا منطقة مقطوعة، ولا في اتوبيس ولا ميكروباص ولا توك توك حتى. هننزل هنا وناخد تاكسي عشان نطلع على مشوارنا احنا يا هاني. تاكسي يا بت، انت اتجننتي؟ بعدين مشوار ايه اصلا؟ مشوارنا يا هاني اللي في التحرير. طيب خليكم، انا كده كده هعدي على التحرير، ابقى انزلكم هناك بالمرة. احنا مش رايحين التحرير يا سيف، احنا رايحين اكتوبر. اكتوبر اشمعنى؟ مش احنا قلنا هنعدي على شريف وسوء عشان نروح السينما؟ ايه ده، هو شريف رجع من البلد؟ الباشا من شويه قال ان هو رايح التحرير. مفيش مشاكل، روح التحرير ونزلنا مهمشه ناخد اي حاجه من هناك. هشهشك، احنا مش رايحين الاميكن دي. خلاص نزلنا المؤسسه وناخد ميكروباص وامرنا لله. انت ليه بتصعبها؟ امال هننزل هنا فين يعني؟ بقول لك ايه، نزلنا المؤسسه. يا اخي ما تلمسنيش، قلت لك. وبعدين انا ما عنديش مانع انزلك المؤسسه، لكن انزلك مؤسسه ايه؟ مؤسسه مصر الخير، مؤسسه الوفاء والامل، انا مش عارف. مؤسسه يا هاني، ما احنا هنركب تاكسي. قلنا اللي تاكسي هتدفع انت. هدفع يا معفن. يلا سلام عليكم. يلا استني، اديني المجله. الله، انت مش قلتي مش فارقه معاكي المجله؟ المجله بتاعت ماما ميمي اصلا. طيب ما احنا هنخلص على طول وهنيجي. مش انتوا لسه هتخشوا السينما؟ مش انتوا داخلين السينما؟ ايوه داخلين السينما. طب خلاص، يبقى سلام عليكم والنبي على جنب بقى يا عريس. شكرا. الله، سلام عليكم. كنا رحنا معاهم السينما. اسكت بقى، انا عمال اغمزك وانت مش فاهم حاجه.
حدائق القبة يا اسطى. حدائق؟ انت مش رايح التحرير؟ هصاحبك بعدين، يلا اركب. يعني هو المرسم بتاع جدك ده هنلاقي فيه كنز؟ ما تبقاش اوفر يا سيف، كنز ايه دي؟ فلوس عادي. خلاص اول ما الراجل يطلع نمسكه ونكتفه ونقوم ضاربينه واخدين الفلوس. لا هناخد منه المفاتيح ونروح المرسم. اسكت بقى، اصل انا جاي عندي طاقه كده ومتحمس ان انا اكتف حد. طب خلينا نعرف ده البيت ولا لو سمحت. ده بيت عم سنجاري. سنجاري ايه؟ ده بيت عم رضا مقفول واحنا جايين قدوره. لو سمحت ده بيت بنداري. عم بنداري ساكن في اول دور تحت. اه ريحته قلب الدنيا عم سنجاري. هاي انكل بندق. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا يا بنتي. حضرتك مش هتعرفني، انا نيلي عبد الله مكاوي. اهلا نيلي، مش معقوله انت كبرتي قوي يا حبيبتي. اتفضلوا اتفضلوا يا اولاد. ولا يعني شكلنا جينا في وقت مش مناسب. اصل طالما الراجل شعره بقى رزي ولبس الروب ده يعرف ان جوه في شقلباظات. ولا ليه؟ اتفضلوا تعالوا تعالوا اتفضلوا يلا. ايه ده؟ هيخلينا نتفرج. شرفتونا. اتفضلوا اتفضلوا اتفضلوا. ازيك يا انكل عم بندق؟ لا ارجوكي ما تعليش صوتك عشان هنا انا عايش لوحدي. مش قلت لك الراجل ده بتاع شقلباظات؟ والله والله انا كان نفسي ان انا اجي ازورك خصوصا بعد اللي حصل لبابا ده، عشان كنت اطمن عليكي وعلى ماما ميمي وعلى شريان. بص بقى يا انكل عم بندق، انا مش عايزه اي بني ادم يعرف ان انا جيت لحضرتك هنا، بالذات اللي اسمها شريهان دي. خلاص يا بنتي خلاص خلاص، اعتبر سردك ده في بير. طب ده جدك الله يرحمه كان بيعتبرني انا بير اسراره، صندوق الاسود اللي بيتحط فيه كل الاسرار بتاعته. الحمد لله بعد ما مات مفيش سر منهم، لا طلع قبل ما يموت ولا بعد ما يموت. كويس قوي. طب يعني لا مؤاخذه، يعني ايه اللي فكركم بيا كده كلكم مره واحده؟ كلنا مين؟ هو انا اقصد يعني انت وخطيبي ده، صح؟ هو مش ده خطيبك؟ اه خطيبها طبعا. لا ده مش خطيبي خالص، ده واحد صاحبي عادي. بتقول كده عشان حسد. لو سمحت يا انكل عم بندق، انا كنت عايزه اطلب منك طلب. كنت عايزاك توديني المرسم بتاع جدو اللي في وسط البلد، نفتحه اخد منه حاجه بس ونقفله تاني ونكفي على الخبر. خبور بجور whatever. خلاص خلاص، خبور وبور مجور، ايه اللي انت عاوزينه؟ وقت ما انت تكوني عاوزه تعملي كده قولي لي بس وانا اجهز نفسي وافتح لك المرسم. عايزه كده دلوقتي حالا. دلوقتي ما دلوقتي ما ينفعش. مش هينفع ليه يا خلبوس؟ عم بندق حبيبي. يا عم بندق. عم بندق هو الحمامه شريهان نيلي؟ عرفتي بقى ما ينفعش ليه؟ دي اخر حاجه كنت اتخيلها، شريهان وعم بندق. لا احنا مش هنحبس بالشاي بقى ولا ايه؟ ايه ده؟ عايز تحبس كمان بالشاي انت هنا؟ انا دلوقتي بس عرفت اسمك هاني الدبدوب. ولا لم نفسك، انا لازم امشي من المكان القذر دوت. هو ازاي حضرتك ما تقوليش ان السحلابه دي موجوده هنا؟ لا 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 لا، ما انت لازم تفهمي كويس قوي ان السحلابه دي قالت لي برضو ان انا ما اقولكيش ان هي هنا. السحلبه دي حبيبتي هي اللي تستحلب وتيجي تاخد الفلوس من ورانا. لا يا حبيبتي، السحلبه دي اللي موجوده من بدري عشان تاخد الفلوس من ورايا انا. احتمي نفسك يا بنت انت. سحلوبي، رد عليها. لم نفسك يا بنت انت. الله 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 الله، في ايه ده؟ ازاي تكلمها كده يا دبدوب؟ لم نفسك يا دبدوب. طبعا اذنك كده يا سحلبه يا سحلبه يا سحلبه. الله الله الله. طب اقول لك على حاجه، السحلبه دي تبقى امي. ايه المشكله؟ مش عايزه بنتي في ايه؟ عم بندق عم بندق حرام عليكي والله، الراجل هيموت، انت السبب. وانا مالي؟ هو انا اللي كنت بضحته بالزهريه؟ ما تقوليليش كده في وشي، قولي فيز، قولي فازة حتى، انما ما تقوليش انا كده في وشي زهريه. برضك انت اللي بطحتيه بالفيز. انا كنت عايزه اخبطك انت، بس انت اللي مشيتي. ما كنتش عارفه اصلا، كده كده ما كنتش عارفه اخبطك بالقوقعه اللي على دماغك دي. قوقعه دبوني. بس بقى انت وهي، خلونا نشوف الراجل ده ايه اللي حصل له. عم بندق عم بندق، الراجل بيصوصو يا جماعه. طب صوصو له في ودنه يمكن ينطق. شيو 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 شيو. انت ايه اللي جابك هنا؟ جاي معايا يا حبيبتي عشان ناخد فلوس جدي اللي هي حقي ونصيبي.
برضه هتقولي فلوس جدي. بصي يا حبيبتي عشان نجيب من الاخر كده، انا ليا في الفلوس دي زيك بالظبط، برضاكي او غصب عنك، والمجله معايا. عايزه تكملي معايا في الحوار اهلا وسهلا، مش عايزه انت حره. هي كده يعني؟ اوكي. الحمد لله بيفوق اهو يا جماعه. بس كلب وراه، كلب وراه. خير الله خير الله. جبت العيش من لازم حطته في الثلاجه عشان تسقيه. جبنا العيش وحطيناه في الثلاجه. الحمد لله. انت مين؟ انا العيش من لدي. وانا الثلاجه. لا لو سمحت يا عم بندق، مش وقت فقدان ذاكره خالص، عايزين نروح نشوف الفلوس. انت مين؟ انا نيلي عبد الله مكاوي. نيلي نيلي، والله كبرت يا نيلي. ايه يا عم بندق، في ايه؟ مش ممكن مش ممكن مش ممكن، كل حاجه زي ما هي. انا ما جيتش هنا بقالي 15 سنه، لكن كل حاجه زي ما هي. المحلات اللي بره، والمعنويين بتاعه النور، حتى الخشب ده كله. يا ربي مفيش حاجه بتتغير ابدا، كل حاجه كده، والحماويد والقبوه دي، وكله يا عالدنيا. يا ايه ده؟ حتى عم عبده من 15 سنه دي قعدته كوبايه الشاي والبتاع، يمكن بس غير الجلابيه. لكن ازيك يا عم عبده؟ ازيك يا عم عبده، اخبارك ايه؟ مش فاكرني يا راجل. الذاكره بقى، انت عارفين 15 سنه. يا سلام، فاكر يا عبده الذكريات الحلوه لما كنت بتجيب لي طبق الفول ابو طحينه وزيت الحار؟ ها فاكر؟ يا ده ساعتها كان اخر طبق يعني ما حسبتكش عليه. ازيك يا عبده، وحشني قوي 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 قوي. بس على فكره يعني انا مش عم عبده. هي دي مش عمارة الدمنهوري؟ لا دي مش عمارة الدمنهوري، عمارة الدمنهوري هناك، اللي هناك دي. طيب هات ال طب وانت ليه مقعدك هنا يا عم عبده؟ برضه هتقول لي يا عم عبده؟ انا ما اسميش عم عبده. ايه ده بس، انت بتنكر نفسك ليه يا عم عبده؟ برضه هيقول لي عم عبده، ما تعصبنيش واتضايقت. خلاص خلاص خلاص، يلا بينا يا عم بندق. يلا يلا. سوري يا عم عبده. برضه يا عم عبده. بس في ايه؟ في ايه؟ ده كذاب كذب. انا؟ لا يا عم عبده. تعالوا خشوا ما تخافوش. انا مش شايفه حاجه، هو النور مقطوع ولا ايه؟ ثانيه واحده هشد السكينه كله هيولع. اوكي. يا عنكبوت، المكان الغريب ده ناسك خيوطه ومش موجود. سيف ممكن تيجي جنبي هنا؟ ممكن يهاجمنا في اي لحظه. بس بقى تربوش اللي بيستخدموش. ايه ده؟ ما تمسكش ما تمسكش تراب. هو جدك كان بيطبع منشورات؟ ايه ده؟ ايه البتاع ده؟ ميكي ماوس. مين ميكي ماوس ده؟ هو جده غبي. يا الناس دي مقتوله طبعا بجد. بس ما تخافوش. ما تخافوش، انا حبيت اهزر معاكم باخدكم. وده هزار ده؟ اصلا انا هايف. تعالوا تعالوا خشوا 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 جوه. تعالوا ده رخم وهايف، راجل كبير وهايف. تعالوا تعالوا ما تخافوش، انا هولع السكينه. السكينه؟ انا خايف منك انت. ولا هاني البتاع ده غريب قوي. ده ميكي. مين ميكي بقى اللي انتوا بتقولوا عليه؟ واو، مش قادر اصدق ان انا في المكان اللي اترسم فيه اعداد ميكي جيب ولغز ميكي.
انا مش قادره اصدق كميه التراب اللي انا واقفه فيها. هو احنا جايين نسكن هنا؟ احنا جايين ندور على الفلوس. شوشو شوشو ايه؟ ايه؟ هقعد. استني يا مول، المكان كله تراب. القرف ده يا حقرف. تعمل ايه؟ تعمل ايه انت؟ اقعد يا شوشو اقعد. طب احنا جينا المفروض ندور على ايه بقى؟ ما احنا زينا زيك اهو، مش فاهمين حاجه بس ادينا بنفكر. بس اللغز بيقول ان الخزنه بتاعت الدمنهوري اتسرقت. تفتكروا في خزنه بقى هنا؟ انا ما اعتقدش ان يكون في خزنه هنا. لو في خزنه تبقى في اوضه مكتب. ولو موجوده هتبقى اتسرقت. طب ما تيجوا نشوف الاوضه دي يا جماعه، ممكن تكون اوضه المكتب. تعال. بقولك يا سيف، ايه؟ خش دور على الخزنه هنا وانا هدور هنا. متربة قوي. مفيش حاجة هنا. مفيش حاجة هنا برضه. ما تحاولش، مفيش. ايه يا ايه؟ اعمل لكم كوباية شاي عشان تستحملوا بيها التراب ده؟ شكرا عم بندو، مش عايزين شاي، لانك لو عملت لنا شاي هتخرج وتيجي تخضنا تاني، فشكرا مش عايزين حاجة، خليك واقف هنا. خلاص انا اسف جدا. عم بندو يا لذيذ انت. في خزنة في المكان اللي احنا فيه ده؟ أكيد لا. أكيد لا، ولا تعمل زي عم عبدو البواب. لا 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 لا، أكيد لا. أصلي أنا بصراحة اللي فارش المكان ده حتة حتة مع جده، ولو كان جده جاب خزنة كان قال لي. أصل هو ما بيخبيش عليا حاجة أبدا خالص، جده بيحبني. أنت بتحب المكان ده؟ جدا جدا. طب ما تنضفه. بيجي لي حساسية. وبعد كده أقول لكم ولا حاجة، بصراحة أنا ليا ذكريات جميلة جدا جدا. تعرفي اللوحة دي؟ مالا؟ أنا اللي معلقة. جبت مسمار 10 سنتي صلب، حطيته، رحت ماسك الدبشة كده، رحت عامل كده أهو. جاي تنزل طبعًا، أما جه على صباعك ما جاش في المسمار. لا، جه في المسمار وعلقت اللوحة. أما أنت قاعد تعمل لي كده ليه؟ فكرتك هتقول كده. بحب السسبنس يا ولاد، أصل أنا هايف. استنوا يا جماعة، اللوحة دي هي اللي موجودة في المجلة. وبعدين هنعمل ايه يعني باللوحة؟ ممكن تبقى الخزنة وراها. ايه يا حبيبتي الافلام اللي انت عايشة فيها دي؟ وبعدين انت مش سامعة دلوقتي عم بندق بيقولك هو اللي معلقها بنفسه، حتى جاب الطوبة والمسمار 10 سنتي سولت وراح عامله كده، وعمل الطوبة جامد كده تش ما خبطتش في صباعه، راح لا حطها عادي. ايه ده؟ الخزنة دي ليها رقم سري؟ اكيد طبعا. انت كمان هتعمل نفسك عارف ان في رقم سري؟ لا انا بقول اكيد ليها رقم سري، بس ما قلتش ايه هو الرقم السري. طبعا عشان ما تكذبش. وسعي كده. تاريخ ميلاد جده كام؟ 30/10/84. تعرف منين انت؟ ايه اللي اعرف منين؟ اي عيل صغير عارف تاريخ ميلاد جده، ده هداف الاهلي وافريقيا يا بنتي. أنا مش بتكلم على جده ده، أنا بتكلم على جدنا إحنا. 22/10/1932. يعني 19. معلش، الاثنين قبل التلاتة ولا التلاتة قبل الاثنين؟ معروفة إن التلاتة أكبر بالاثنين. أنتوا بتقولوا 32 فأنا بتلخبط. ما خلصنا البروبلم. ما بتفتحش. طب جربي كده تاريخ ميلادي. تاريخ ميلادك انت هيفتح الخزنة ليه؟ عادي يعني، ما هو بيفتح الايميل بتاعي. الباسورد بتاع الاي تي ام بتاع جده كام؟ يعني ايه الاي تي ام دي؟ الاي تي ام اللي هو الرقم القومي. يا ابني رقم قومي ايه؟ هو كان لحق الرقم القومي. الاي تي ام دي البطاقة القديمة، عشان كده اسمها الاي تي ام، اللي هي دلوقتي بيسموها الاي تي، مش لما تيجي تخش مكان يقول لك لو سمحت هات الاي تي بتاعك. صح، هو ده. انتوا متخلفين؟ ايه اللي بتقولوه ده؟ ده تخلف؟ هو المكان ده بيخلينا نفكر بشكل متخلف؟ نفكر بشكل علمي شويه. احنا ممكن نشوف رقم العدد بتاع المجله اللي معاكي ده. يعني ايه رقم العدد؟ فين ده؟ رقم العدد اللي موجود على المجله من بره. اوكي. ساي انا بس بعد اذنك. بعد اذنكم. بعد اذنكم. ممكن بعد اذنك تفضل.